اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله جيتكم بتحليه بارده بدون فرن، اقتصاديه جدا وتوجد في 5 دقائق. فنبداو في هذه التحليه تاعنا، نحتاجو جوج باكيات تاع بسكوي، هذا رخيص يعني يدير 4000 الباكي، مع طابليطه تاع الشوكولا، كيس تاع فلان فاني، تقدروا ديروا شوكولا فريز، لافاني مغرفة صغيرة تاع لافاني، مع نصف لتر تاع الحليب. هذا مكان يعني مقاديرها ماشي بزاف كامل، وحتى الكمية تخرج كمية كثيرة، يعني أنا خرجت لي 12 مقطعة. هاي ليك نبداو عادي، نطيبو الفلون عادي، نديرو نصف لتر تاع الحليب، انا فقط زدت له لافاني مع الكيس تاع الفانيليا حتى يطيب الفلون ديالي. هاي ليك هنا، بعد ما طابلي الفلون ديالي خليته يبرد شويه ماشي بزاف باش ما يجمدليش. ديجا شوفوا بدا يجمد باسكو رانا في البرد. فهنا نحط طبقه تاع الفلون، من بعد نحط طبقه تاع كاطو ونكمل هكا، طبقه فلون طبقه كاطو، ما نديرش اكثر من جوج باكيات تاع كاطو تاع البسكوي. يعني اذا كان خصني مثلا كان بقالي الفلون، كمل هذاك الفلون فرغه كامل، ما نزيدش طبقه واحده اخرى تاع البسكوي، جوج باكيات يكفوا. هاي ليك هنا دوكا، بعد ما كملت كامل الطبقات تاع جوج باكيات تاع البسكوي مع الفلون، نجي ندير الشيكولا ديالي، نديرها نزيد لها حوالي نص كاس تاع لاتاي حليب وندوبها، من بعد نرميها فوق البسكوي ديالي ونديرها تبرد، والتحليه تاعنا واجده يعني اقتصاديه، توجد في 5 دقائق ولذيذه. الاهم من هذا الشيء بزاف بزاف بنينه، يعني صدقوني رائعة. انا زينتها بالبسكوي غابيتو من الفوق، فقط انتم تزينوا باي حاجة راكو حابينها. هاي لي في الاخير التحلية تاعنا، شفت يعني الطبقات و دي رائعة جدا، وهذوك الطبقات يجوا طريين صدقوني طريين. هنا انا قسمتها لكم يعني ما خليتهاش بزاف، لكن كي تخليوها الغدوه من داك، انا درتها في الليل وكي كليناها غدوه من داك، يعني هذوك الطبقات يزيدوا يطراو اكثر. صدقوني بزاف رائعه التحليه، ننصحكم بتجربتها ونقول لكم ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.